كان هاني يحاول أن يخرج من الكوخ الذي أغلقه عليه والده. لقد كان يفكر بشكل جدي محاولة هذه الوسيلة ليخرج من الكوخ، كما أنه لم يسمع بأن والده كان قادما إلى البيت. رجاء يا لولو والثالث، ما هي المشكلة؟ مرحبا يا والدي. هاني، ألم يحدث شيء في غيابي هاني؟ كلا يا والدي، لم يحصل شيء. حسنا، على كل أنا جائع، اذهب إلى الخارج واحضر لي أي سمكة من السنارة. حاضر يا والدي. إياك أن يخطر على بالك أي أفكار غريبة. ها؟ أي أفكار غريبة؟ الذهاب إلى القرية مثلا. والدي، أنا لا يمكن أن أعمل أي شيء من هذا القبيل. إنني لست واثقة من ذلك. على كل اللي يتاح لك المجال، تذكر ذلك. ها؟ ها؟ انظر يا لولو، لقد اصطدنا سمكة كبيرة. وهذه أيضا. لا بأس. ماذا حدث لسروالك؟ ها؟ لقد تزحلقت ووقعت في الماء، هذا كل ما حدث. انتبه مرة ثانية، والآن ابدأ بالطبخ، إنني جائع جدا. حسنا، من المستحسن أن نأكل بأسرع وقت يا بني، إنني ستفاهم مع السيدة فريدة وذلك العمدة. هذا ممتاز يا أبي. لا لا، سوف نأكل بشكل أفضل، ولكن إذا أردت القيام بأي شيء ضدي. نعم، يجب عليك أن لا تقلق. والدي. ماذا؟ أنت دائما عصبي. ماذا؟ إن ذلك يضر بصحتك. السيدة فريدة قالت ذلك. انظر يا بني، إني لست بحاجة إلى إرشاد من طفل. ما تظن نفسك على أي حال؟ ها؟ ارجعني يا وليدي، أريح أعصابك. لماذا تتصرف هكذا كلما تعرف أعصابي؟ كنت تختلف عن ذلك مع مرة أخرى. أبي، لقد كنت تختلف. أنني عصبي لأنني لا أريد ذلك، ولا يوجد أي شخص يستطيع أن يقول لي بأنني يجب أن أهدأ. أسكت أفضل، أسكت. لا، لن أسكت. أنت تعبر لكي تنسى، لتضحك على نفسك. أجل يا أبي، لكي تنسى. أنت بالصمت. Thank you.
لم تتحسن الأمور إطلاقا، وما دام والده معه في الكوخ فإن هاني لا يستطيع أن يقوم بأي شيء. ومضت أيام أخرى. هاني، هاني تعال إلى هنا يا هاني. ما المشكلة الآن يا والدي؟ اذهب إلى الداخل. والدي دعني أخرج. الآن أخرج في الداخل، إنني أريد أن أنجز عملا في البلدة. البلدة؟ ابقى هناك ولا تحاول أن تخرج. الآن سوف أنجح هذه المرة يا لولو، إنني لا أستطيع أن أمكث هنا. أنت تقدر ذلك؟ لا أريد أن أمكث عند السيدة فريدة أيضا، إن الآنس والجيل هناك، لذلك سأذهب بعيدا بحيث لا يستطيع أي شخص أن يجدني. هاي، لقد نجحت. إنها مثقلة بالطعام وبكل شيء، سوف تكون رحلة طويلة. والدي، هذا مبكرا ولاحقني. عندي فكرة جديدة، سوف أجعل الأمر يبدو وكأن لصفا جاء إلى هنا وقتل هاني المسكين. هذا ما حدث. هل ترغب في الحضور معي يا لولو؟ ليجد أن هاني قد ذهب. لقد قام شخص ما بقتل ابني، قتلوا ابني. لن يضربني بعد الآن.
الأنس والزان سوف لا تساعدني في محاضراتها. ألا تعتقد أن هذا شيء عظيم يا لولو؟ هاي لولو، ما المشكلة؟ لوالدي لن يلحق بنا، سوف يعتقد أنني مت عندما يرى الدم في الكوخ. إنه دم السمك الذي اصطدناه، ولكن لن يعرف ذلك. والآن ما رأيك؟ إلى أين يجب أن أذهب؟ يجب أن أجد مكانا بحيث لا يستطيع أي شيء أن يجدني. إنني أعرف المكان المطلوب، إلى الجزيرة. أخبريني ماذا حدث؟ ماذا حدث لهاني؟ لقد مات. أنت قتلته؟ كيف يقتل الوالد ابنه؟ صحيح أنني حاولت أن أحصل على نقود بواسطته، ولكنني لم أقتل. إذن ماذا حدث؟ أخبرني. لقد قتله لص وأخذ جسده معه وقام بسرقة كل شيء، الكوخ وكل شيء. يا ربي، أترى كان من المفروض أن تسلمه لنا؟ إنها غلطتي. الآن لقد فات الأوان لعمل أي شيء. الآن ليس هذا وقت البكاء سيد صادق، دعنا نذهب إلى الأوضة، إنه سيساعدنا. هنا بيتا لك ولي. كلا، سوف أحضر باسم وجادي وسامي ورانيا أيضا، سوف نعيش جميعا مع بعض. ألا تعتقد أنها فكرة عظيمة؟
لا إنها قادمة من ذلك الاتجاه. إن الصدمة سوف ترفع الجسم إلى السطح. حسنا، إنني لا أرى أي شيء. كما قلت لكم لم أرى أي شيء. من المحتمل أن يكون فيضان النهر قد رفعه إلى الجزيرة في وسط النهر. معقول، إن مجرى النهر ضحل هناك، ومن الممكن أن نجده هناك. لدي فكرة، يجب أن نرمي أرغفة خبز في النهر. أرغفة خبز؟ نعم، يقال إن إذا كنت تبحث في النهر عن شخص مفقود، ارمي أرغفة خبز في مجرى النهر وهي تقودك إليه بإذن الله. يا رب، نرجو أن توصلنا إلى هذه. حسناً، إلى أين هم ذاهبون؟ انظر، قطع الخبز تتجه إلى الجزيرة. انزل القارب، سوف نذهب متبعين الخبز. انظر هناك، شيء ما قادم. ماذا؟ إنه خبز. ها؟ خبز، خبز يلوذ. إلى أين ذهبت؟ لقد كانت هنا قبل دقيقة واحدة. إنه سنجاب، لقد شعرت بالخوف. لا يوجد أحد هنا يا سيدي. هل أنت متأكد؟ إنه غير موجود هنا، إنه غير موجود هنا. يلاحظ هاني أن كل واحد قلق عليه، لقد شعر بالأسف فعلا لذلك، ورغم هذا فإنه لم يستجب إلى نداءاتهم. إن الحياة عند شقيقة فريدة شيء لا يستطيع أن يتحمله. شبح شبح، انا هادي صديقك.
هاني، هل أنت هاني الحقيقي؟ أنا لست شبحا، أنا صديقك هاني. بالتأكيد أنا.